نوفمبر. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا، سبجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. طمح في رئاسة الجمهورية، عارف تماما وش ينتظرني. جهنم من هناك، جهنم من هناك، لكن الشعب الجزائري يستحق أن نمشي جهنم من أجله. وثرنا نفجر نارا ومن صلبنا الثائرين، ونلهم ثورتنا مبتغانا، ونلهم ثورتنا مبتغانا، فتلهم ثورتنا العالمين. أركان ثبات، في أركان ثبات، في أركان ثبات، لا مسايقة ولا تجارة ولا سياسة بهم، الإسلام والعروبة والأمريكية. ما فيش حد يحتكر وطني، ما فيش حد يحتكر الحقيقة في وطني، ما فيش حد جالس على قوت العزمة، ما فيش واحد ما اختارش في هذه البلاد. أنا واحد منكم يتقطع قلبي وتتقطع أحشائي، خوفا فيكم وحبا في الشعب الجزائري. أن الإنسان يمكن حب صادق جمل لجزائريين، كل الجزائريين. ضروري نبني دولة القانون، ضروري نفرض سيادة القانون، ضروري أن نخلق ظروف للجزائري من تبسها المغنية يمشي ما خايف إلا من ربي سبحانه وتعالى، ولا خايف من عبد ولا خايف من شرطي. الآن أيها الشعب الكريم، أيها الشعب الحبيب، خذ سيادتك، ما تخلياش. شغلنا الورى وملأنا الدنا، نرتله كالصلاة تسابقه